ولمزيد من الرصد والتحليل تنضم إلينا ضيفتي العزيزة الدكتورة عائشة غنيمي، خبير اقتصادي ومسؤول للعلاقات الدولية وأحد أمناء حزب مستقبل الوطن. يا دكتورة عائشة، أنا برحب بحضرتك معنا على هواء الراديو 90-90. اهلا وسهلا بحضرتك وشكرا على الاستضافه. ميرسي. اهلا بسيادتك. يعني في البدايه ويعني في اطار تاكيدات سيادتك، حضرتك ذكرتي ان المصريين بيسطروا ملحمه وطنيه جديده، يمكن هذا ياتي اتساقا مع تعدي النسبه الخاصه بالتصويت لاكثر من 45%. فكيف تشاهدين وتراقبين العمليه الانتخابيه في ظل هذا الوجود الكثيف منذ بدء العملية التصويتية وحتى هذه اللحظة؟ العملية الانتخابية تسير بشكل منظم، بشكل رائع ومنظم جدا ومهارة، وتيسير وتشجيع لمشاركة المواطنين وكافة تمثيل كافة الفئات من الأسر المصرية، سواء مشاركة شباب كثيفة وكبار السن وذوي الهمم، فضلا عن توفير كافة السبل لتيسير الدخول وتنظيم صفوف المواطنين للدخول والمشاركة والتشجيع في فترة حاسمة يمر بها الوطن العربي من زعزعة من عدم الاستقرار. فهناك حس وطني رائع وجدته أثناء متابعة سير العملية الانتخابية من توافد جميع الأسر، يعني الأسر بتنزل كلها مع بعضها في تكاتف، في تشجيع، في حماس كبير جدا إن كل شخص عايز ينزل يمارس حقه الانتخابي والانتخاب والتصويت. نعم. وده بيشجع اكتر ان كل حد بينزل يشجع سواء جاره او زملاء في العمل شغل، في اصطفاف جماهير كبير وحشود كبيره جدا، حتى يعني حتى كمان بعد الساعه 6 مساء بنلاقي عدد المشاركين بيكتر اكتر كمان، وحتى في المؤسسات الحكوميه وكل القطاع الخاص بتوفر السبل ان الناس تنزل، الموظفين يروحوا ينتخبوا. فكمان ان التنظيم الجيد متوفير كافة السبل، سواء سيارات اسعاف متنقلة، حملة 100 يوم صحة، عندنا كمان يعني كل كافة السبل، اجهزة كمبيوتر او موبايل اللي بتسهل حتى لاي حد داخل اللجنة الانتخابية يعرف لجنته. فسرعة الاستدامة وان المواطن حتى يجد سرعة في تسهيل الاجراءات وتيسيرها والتنظيم والروح الوطنية والمحبة اللي موجودة ما بين الناس، فده فعلا يعني بيسجل فترة عظيمة في تاريخ مصر. نعم. إن احنا فترة من الإنجازات حصلت، وإن الشعب عنده لسه طاقة أمل وبناء وتنمية وتعمير، وعنده إحساس بالمسؤولية، شعور المسؤولية ده والوطنية شعور غالي. كمان إن وجدت إن عدد كبير من الشباب مشاركين في التنظيم والتيسير ومساعدة سواء ذوي الهمم أو كبار السن إن هم يخشوا إزاي اللجنة ويساعدوهم. ففعلا يعني من فترات كبيرة ما شفتش مشهد منظم بهذه الدرجة. نعم. يعني أيضا بصفة سيادتك مسؤول علاقات دولية، فكيف تشاهدي وتتابعي هذا المشهد الانتخابي وانعكاسه على الرسائل الوطنية التي تبعتها مصر لكافة أنحاء العالم من أجل يعني إرساء قواعد أن مصر يوجد بها جو عام من الديمقراطية وأيضا تتاح فيه كل الحقوق المكفولة للشعب المصري ومن ضمنه الحق الانتخابي؟ هو تاريخ مصر والشعب المصري من على قديم الأزل دايما بنجد ان الشعب المصري عنده درجة من الوطنية عالية جدا، تلاحم كبير جدا، حتى الرأي العام المصري والوعي العام المصري اللي بيكون فيه تكاتف دايما حول القيادة السياسية، ودايما بيقدر قيمة الوطن وسلامته واستقراره، لان مصر مرت بتجربة كبيرة جدا من الاحتلال من زمان جدا وحروب، وشفنا يعني فترات صعبة قوي، يعني أجيال أكبر مني شافتها وعصرنا وعرفنا يعني إيه، وحتى تربينا وأجيال الحالية وأنا وجيلي ربنا يعني إيه قيمة الوطن وأرض الوطن. فمصر تعتبر يعني رمز قوي في ظل صراعات محاطة في حدود مصر. ورغم كل ده إن الشعب المصري بيزيد عنده صلابة، اللحمة الوطنية، الحماس، الاتحاد، سواء كافة الطوائف اللي في الشعب المصري، مسلمين مسلمين كبار صغار، كافة كل الناس بيجتمعوا على استقرار وسلامة الوطن. ففكرة ان احنا في زعزعة من الاستقرار في الوطن العربي وفي هناك كثير من
من الزعزعه في الصراعات، الصراع العربي الاسرائيلي واحتدامه اللي وصل لمرحله صعبه جدا، وفي نفس الوقت ان الدوله المصريه بتعمل على كافه الاصعده، سواء تنميه سياسيه، سواء تنميه اقتصاديه، سواء تنميه العلاقات الدوليه وتوفير كافه سبل الدعم والوساطه وللشعوب العربيه المجاوره والشعب الفلسطيني، الى جانب ان الشعب المصري برضه لم ينشغل عن واجبه الوطني بالمشاركه في الانتخابات الرئاسيه والتصويت واثبات قدام العالم العربي وقدام العالم جميعا وان احنا دوله قويه متماسكه. وفعلا ان احنا هنجد ان الشعب المصري ولحمته وتكاتفه كان سبب رئيسي اللي احنا نحقق ثوره 30 يونيو وننجح فيها، نحقق انجازات اقتصاديه وسياسيه، نرجع رياده مصر افريقيا وعالميا وعربيا ترجع بسرعه في ظل فتره من عدم الاستقرار اللي شهدناها قبل عام 2013. نعم. لكن بعد كده حققنا انجازات، فحتى المشروعات الاقتصاديه ونجاحها وثقه المؤسسات التمويل الدوليه في الاقتصاد المصري، كل ذلك كان مدعوما بوعي واشراك الشعب المصري بصنع القرار ووعيه وثقافته، ان هو واعي فبيسند القياده السياسيه في قراراتها، لان هو دايما حاطط في اعتباره الدوله المصريه، استقرارها، امنها، سلامه اراضيها، الحفاظ على وطننا، ده غريزه جوانا، يعني حاجه يعني في طبعنا كمصريين ازاي نحافظ على وطننا بسبب كل التاريخ اللي شفناه قبل كده، قيمة الوطن كبيرة قوي علينا. وبالتالي مشاركة الشباب والأسر المصرية وكافة كل مواطن مصري ومواطنة مصرية لديهم حق الانتخاب. بالفعل يعني يمكن شاهدنا هذا أيضا من خلال حالة الإقبال الكثيفة التي شاهدناها وتابعناها على هواء راديو 90 على مدار اليومين الماضيين وحتى هذه اللحظة أيضا. يعني أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، ضيفتي العزيزة الدكتورة عائشة غنيمي، خبير اقتصادي ومسؤول علاقات دولية وأحد أمناء حزب مستقبل الوطن. بشكرك شكرا جزيلا يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا جدا يا فندم.